السلام عليكم، نورت شباب. يوم جديد وفيديو جديد مع جوجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جوجة طشرت. وين هاي جوجة؟ هاي جوجة عيني، هاي جوجة عيني. الجو حار يا تشوي. اي والله يا تشوي، بس الجوق المخاليف لا يقاومون، لو حتى حاره ما يخالف. خلي ندقن شويه طيره كافي، بس اكل ونوم. شنو هي ما تقول لي؟ بس اكل ونوم، اكل ونوم. طيران شوي تونس بيهن. عليش جايبين؟ تعبان تعبان بيهن تعبان. ما زي قوما شباب، جو كلش حار. نفتح الكليات بصراويات ما ادري شنو ايرانيات، يعني كور وايرانيات. اوكي زواج المطار ما مطيرين. زواج ما مطيرين. وخوش سالفة. شنو هاي؟ شنو هاي؟ تارجوك. ها زاج الاسود. انت مطير؟ انت مش عندك هنا؟ مو جمعة جبناكم اليوم، شنو؟ 5 ايام كافي. يلا. 5 ايام كافي. يلا يلا. لا 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 لا، شنو ما شفتك عيني، ما شفتك على كيفك انت. مين قلنا زاج الطير؟ مو قلنا المسافي. ما زاي طير. بس هذا التك ماله صاحبه شلون يطير. واو ابيه انكبسا والله. واو ما شاء الله. شنو هاي؟ زاج ولا صاروخ؟ شفتوا الحركة؟ باوع طاير طاير لو مو طاير. ما شاء الله باع السرعة. باوع لوت ولعب هو زاج. يا لوت يا لعب. ما تقول لي انت وش صار بيه. باع 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 الزاج. باوع 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 صاروخ. ما يقدر ينزل، ما يقدر ينزل. اذن همين يلا كافي. هذا ما ادري ايش بيه، ما جاي يطير. شو باوع ما ادري. لا اخوان يلا يلا عينك. يلا عين يلا شوي حركة جناحين. يلا يلا انستاره. ما جاي يصعد انستاره والفيديو انقطع. اوكي ايه جاي نزل. اروح عندنا وين الفلوق اليوم؟ بالا صور انت غيمت. انا غيمت يعني صادن فوق. نجمت لافو نجمت. اليوم عندنا فلوق سطح صاحبنا وشوفكم طيور، وراح نجيب منه طيور. وش حكي؟ اي نجيب طير نسويه ليف يعني. اي وشوفكم شنو نوعية اللي اختاريته اللي راح اسوي اليف فد شيء. خنفشاري هاي صار بزاج والله حقه. صاروخ يعني يجي منه ايو ايو صاروخ. شيء اكيد راح يتعب. زين تشفص شويه. ايراني تار ايران والتار العراق مالتنا توم. المهم فحق الطير يتعب. ثاني ايش عندنا هنا؟ خلينا نجيب الطير الاليف. اوكي ونصور طيوره، يعني عنده طيور من النوادر. يوم عيني يلا عيني يلا شوي نغيركم اجواء. اوكي عنده هيك 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 رصاص. يا صدق عنده هيك، بس مو مثل هذني يعني. واو بس ما مكعكلات. انا هذني مالات مكعكلات، رصاصيات مكعكلات. مالات والله ما ادري كان مكعكلات لو ما مكعكلات، بس راح نشوفهم ما متاكد. هذني مكعكلات ورصاصيات، ذيل هنا ابيض. اوكي
فراح نشوف مال المكعكلات وما مكعكلات. فخليك ويا المقطع واشوفكم يا هو رجع ونروح. وين 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 هاي التار المخرف المخرف المخلف اللي صدناه وراح واليوم رجع حمي رجع شكلته عيني خليك. وهاي وصلنا سطح علاوي، الرابط مال القناة تلقونه بأول تعليق. هاي سطحه وهاي طيوره وهاي برازي، راح نصوركم طيوره كلهن ونشوفكم النوادر الموجوده يمه. اوكي هسه ذني الزواج البرة مخليهن، راح نبرجهن ونفتح التور. ذني هنا عندي هاي المحطات مالي وهاي البرازي. هسه نشوفكم السينه اللي عندي والرصاصيات والزواجل والتور والتريات. ما شاء الله طيور خير من الله. خليك ويا المقطع. هاي الرصاصيات ما شاء الله، هذن الطيور من النوادر بس ما شاء الله مسويهن جوقة مثل ما جاي تشوفون جوقة الرصاصيات. كلهم كعكلات باول كل رس واحد وماكو منهن بالعلاق كله. اللي عنده هيك طيور او شبيهة الهن همينه خليه يكتب لنا بالتعليقات، لان حتى شبيهن ماكو. اوكي مو طلعوا لنا البخاريات وتقولوا عندنا نفسهن، هذني مو تور بخاريات، هذني دار ايران تمام، هذني رس واحد كله بخاريات مكعكلات. واو عيني واو استمتع. وهذنيك الحمر هذني زوج، هذني زوج امين ذي الابيض من النوادر. هذني نوعيتين دم سفيد تمام، همينه تار ايران بس شنو دم سفيد يسمون، وهذني الرعب هنا الزاخ. هذا تار ايران الزاخ يصير منقار ابيض وعين ابيض وجفن عين ابيض بس هو لونه اسود فحم تمام. هذا طيور حتى اظافر انبيه تمام، راح يطلع من برا شويه جاي يخافن استغربات. هسه اشوفكم الابراج البقيه، هذني الرصاصيات راوع، هذني الرصاصيات بهن مخاليف كي وكبار كل الرس واحد، لان الحمر هم طلعان مطاردات. اشوفكم الابراج البقي، وذني التار الايراني الزاخ اللي شنو دي مواصفات، واو مواصفاته قدامك مبينه بالصوره، اللون والعين والمنقار والاظافر. طبعا اكو تور عراقيات همين نفس الشكل يصيرن بس منقارن يصيرن سود، لا هذني مواصفاتهن يختلف تمام، باع اللون والشكل والكعكوله اللي يصير مثل الابره، باع الكعكوله. هذني زوج، وخلينا نشوفكم السينه. وهاي وصلنا للسينه ما شاء الله باوع، هذني الجنس عندي يصيرن جنحه بيض، يعني مواصفات باع الشكل والجنح، وهذني فرخاته وراح يصفن. وش حكي يصفن شي يصيران يصيران هيك ما شاء الله حتى مبيضات، وشوفكم عنده هيك كبار يعني مدقدقات
سينه مدقدقه هسه اشوفكم وياها. وهاي السينه اللي مدقدقه ما شاء الله مفرخات جدا، يعني اليوم مفرخات مثل ما جاي تشوفون. هذني السينه اللي مدقدقه، لا تشوف هيك مدقدق، شوف الكعكوله والشكل تمام. هذني موتور، هذني سينه مدقدقه. هسه اشوفكم فرخاته. باوا 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 هنا باوا، صدق لو ما تصدق هاي فرخاتي عيني. هذين يصفن هيك يصيرن، يبدا مراحل ورا هذا يصيرن هيك تمام، ورا هذا يصيرن هيك، يعني يصفن بمراحل مثل ما جاي تشوفون السينه زين. وهاي البرج مال التيديات مثل ما جاي تشوفون، ذني فقط تيديات. مستويات واضحة، يعني المستوى مالتهن مبينة قدامكم، واللي يعرف بالتيديات يعلقن عليهن. هسه اشوفكم شنو عازل، عازل لك زوج من التيديات، بس شنو من طيور كارد، خليك ويا المقطعين. هاي تيدي دابولة تينة، هاي الفحل، وهاي نثي، وهاي فرخاتي. واو احنا شعدنا هنا تاريران ما شاء الله مكلشات، واللون فتشي تمام، باع اللون نفس اللون. لان ان شاء الله كلهن راح يصيرن كل واحد رس واحد، يعني تنكثر منهن. ذني تاريران هسه راح يسولفكم الاخ عليها. طبعا اليوم شرفنا اخونا وصديقي العزيز ويفر، هذني طيور كاشان، يعني انا اسميهن سمك لان النقشه مالتهن سمكيه. حج سولف لنا على هذني. هذني تاريران، هاي الطير هم كاشان مكعكل، هذا الفحل درع. هذا درع وهذا كاشان طبقه جديده مكعكل، والطبقه جديده ومبيضات. ذني تاريران مكعكلات درع، ومخلي ذني الفرخات بنات الرصاصيات جوا انزغ. ما شاء الله طيور نار، هذني طيور دوامه كل 10 ساعات و12 ساعه، هذا طيور تاريران يسمونه. نشوف هنا ايش عندنا. وهذني كان بغير مكان جبتهن، هذا غرابي عيون ثلجي، هذاك الفحل ما شاء الله طير عندي 10 ساعات، وهذا ابنهن اليوم مات واحد كان بغير مكان، لهذا جبت هنا اعتنيت بهن. وهناش عندنا وهذني تاريران مهندسات، هاي النثية مهندس وهذا ابنها همين، وهذني همين واحد ابنهن واحد رصاصي ما شاء الله. وهذني هم كاشان مكلش رجلينه بريش، وهذني ما شاء الله طيور دوامه وجماليه، هذني حلوات ما شاء الله. هاي فحل وذاك النثي، وهاي البرج مثل ما جاي تشوفون متروسة ترس ما شاء الله، كل تور ايران. هاي البرج كل تور ايران، والطيور اللي عنده هنا دوامات ومطيارهن دايم. شنو هذا؟ طائر ايران، هذا ما شاء الله 10 ساعات يطير، هذا طائر عنده 10 ساعات ما شاء الله. هسه بالحر يطير تقريبا 5 ساعات، وفيهن قصيتهن حتى لا يتلفن الظهر. يعني يقاومن اكثر على مود قاصن، بس انا على مود من الحر لان يتعب خطير حيوان قاصن ما شاء الله. جناي معدل وطيور راقيه. تسلم حبيبي انت الراقي. شوف هذني تور العراقيات ما شاء الله، خليه يطلع عمو. ايه تعالي جاي ثاني، كلها تور عراقيات، يعني عازل تور ايران واحد والتور عراقيات واحد، وذني الابراز كله ما شاء الله متروسه طيور. ذني تور العراقيات ما شاء الله. وذني الرصاصيات مثل ما جاي تشوفون
الرابط مال القناة تلقونه بالتعليق شنو الزواج. اوكي اللي يشوف اللي يريد يشوفهم كلهن الرابط بالتعليق. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة والمشاركة الفيديو. شكرا للمشاهدة، تحياتي لكم.